السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله خوتي اخواتي، يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. خوتي عدنا اليوم بالفيديو هذا لتعم الفائدة ان شاء الله، ونتمنى من خوتنا كل يشاركوا الفيديو هذا لتعم الفائدة، واللي يكون ما يعني جاهل الشيء يكون عارفه ان شاء الله، حتى لو كان راحت عليه الفرصة العام هذا يداركها العام الجاي ان شاء الله بإذن الله. بخصوص المنح الجامعية الممولة بالمملكة العربية السعودية، فاليوم خوتي عندنا المنحة الممولة بالكامل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فاللي مش مشترك في القناة يشترك معنا خوتي، واللايك ما نوصيكمش عليه، براسك عطشان لايك خوتي. خليكم معنا خوتي، اسمعوا ونخليكم بعد باقي التفاصيل كلها إن شاء الله، ما تخرجوا من الفيديو هذا غير فاهمين كل شيء، وما يقعد حتى شيء مبهم بإذن الله. أول شيء خوتي راح نتعرفوا على المنحة هذه، على التخصصات اللي فيها، على طريقة التقديم، على الملف وش فيها، على شروطها، على الامتيازات اللي فيها، يعني كل شيء بالتفصيل بعون الله. أول شيء خوتي فهي منحة ممولة براتب شهري. ثاني شيء خوتي إقامة مجانية. ثالث شيء تذاكر السفر مجانية لكل سنة، ذهاب وإياب أو ذهاب وعودة. رسوم الدراسة خوتي مدفوعة، رسوم الدراسة ما تخلصوا ولا شيء. التأمين تأمين كامل، عندك تأمين كامل، توريسك مواطن. تقول لي على المستوى أو الشهادات اللي قدموا فيها، عندك كل المستويات، يعني مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات النظرية والعلمية التطبيقية في جميع كليات المقر الرئيسي للجامعة. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم فكل الدول، يعني سواء الدول العربية ولا الدول الغربية، يعني كله عنده حق في التقديم، ومن بعد الجامعة هي اللي تقرر وهي اللي تتواصل معاك عند القبول. أما الكليات خوتي، قبيلة قلنا الكليات النظرية والكليات العلمية. بالنسبة للكليات العلمية عندك الكلية العلمية، يعني أو كلية العلوم، فيها الفيزياء، فيها الكيمياء، فيها الرياضيات، فيها كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وفيها كلية الهندسة. أما الكليات النظرية فيها كلية الشريعة، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، كلية اللغة العربية، كلية الأنظمة والدراسات القضائية، كلية الدعوة وأصول الدين. هذه هي خوتي التخصصات الموجودة فيها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقبيلة كما قلنا إخواني، هذه المنحة ممولة بالكامل، نشرحوها كيفاش وفي واش ممولة بالكامل. عندك رسوم الدراسة كاملة مجانية، المكافأة الشهرية، بدل التجهيز والكتب، بدل الطباعة والتخرج، السكن والوجبات المنخفضة، وعندكم خوتي التذاكر المجانية ذهاب وإياب، هذه كل سنة للطلبة، مواصلات يومية مجانية من وإلى المسجد النبوي الشريف، ومع رحلات عمرة إلى مكة المكرمة. والآن جينا خوتي لشروط التقديم. أول شرط أن يكون المتقدم خارج المملكة العربية السعودية، أن يكون المتقدم يعني متحصل على الشهادة من المملكة العربية السعودية أو من خارجها. ثالثا خوتي أن لا يقل تقدير المتقدم للدبلوم العالي، يعني خوتي اللي دار باك وحاب يجي يقرأ ديركت، يعني أولى جامعي ديركت في الجامعة هذه، هذا يسميه يعني اللي جاي على جال الدبلوم العالي، ما هو لا الماجستير ولا الدكتوراه.
بالنسبة للمتقدم هذا خوتي لازم ما يقلش تقديره عن جيد. أما بالنسبة لطلبة الماجستير متقدمين لعجل الماجستير والدكتوراه فهذوما خوتي لازم التقدير لا يقل عن جيد جدا. رابعا خوتي عندكم ألا يزيد سن المتقدم للدبلوم العالي والماجستير عن 30 سنة، يعني اللي جاي باش يقرأ كأولى جامعي يعني يبدأ دراسته الجامعية ديركت لازم ما يزيدش سنه على 30 سنة هو واللي جاي باش يتحصل على شهادة الماجستير. أما شهادة الدكتوراه عنده العمر حتى 35 سنة كحد أقصى يعني. وطبعا خوتي الشرط الثاني أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون يعني لائق طبيا يعني صحيا، يكون صحيح ماهوش مريض ما عنده حتى مرض، وهذا ما راح تثبتوا من بعد الشهادات الطبية اللي يطلبوها منه أنه يقدمها في الملف الطبي. نجيو درك خوتي للملف، أي ملف التقديم. أول شيء فيه السيرة الذاتية. السيرة الذاتية هذه خوتي طريقة التقديم عليها ولا الإكزومبل هذا يعني النموذج تاعها راح نخليه لكم في رابط في الوصف، راح نخلي لكم رابط يعني فيه كل التفاصيل، يعني أي شرط من الشروط مش مفهوم في الملف راح تلقى جنبه يعني زر مكتوب فيه هنا تضغط عليه يدخلك ديركت للنموذج هذاك وتعمر انت تملاه يعني بمعرفتك. ثاني شيء هي شهادة التخرج وكشف النقاط طبعا او كشف الدرجات. ثالثا واحد الخطاب خوتي وما يسمى بخطاب النية، هذا ثاني خوتي تلقاوه في الرابط اللي نخليه لكم في صندوق الوصف. رابعا صورة من جواز السفر. خامسا خطابين توصية، كاين زوج خطابات خوتي هادو متاع التوصية كيف كيف تلقاوهم ونقول لكم. ملاحظة خوتي مع سادسا بالنسبة للناس اللي جايين يقراو في الكليات العلمية مش النظرية، هادو ما خوتي يعني يشرطوا عليهم شهادة معتمدة، يا شهادة من معهد خاص معتمد لدى الدولة أو شهادة من عند الدولة تثبت انه يتحكم في اللغه الانجليزيه، وما كان له مواطن تروح تشري شهاده ولا تروح تضرب شهاده على خاطر شهاده هديه من بعد راح يتاكدوا منها في الملحقيه الثقافيه تاع السفاره السعوديه كي تقدم انت على التاشيره. وكاين ثاني امتحان تاع اللغه الانجليزيه ثاني راح تجتازه بما انك انت راح تقرا في الكليات العلميه هذه. بالنسبه للنظريه فالنظريه كلها باللغه العربيه يعني ما يخصوش هذا الشيء. واخيرا خاوتي جينا لكيفيه التقديم. كيفيه التقديم اونلاين يعني عن بعد، عندكم في صندوق الوصف كما قلت لكم خاوتي خليت لكم الرابط تما. اي حاجه مش مفهومه، اي حاجه اي نموذج تحوس عليه ولا اي شرط ولا اي طلب منهم ماهوش مفهوم راح تلقى قدامه زر مكتوب فيه هنا راح تدخل عليه يدخلك ديركت مباشره عند الحاجه هذيك باش يعني تملى يا الابليكيشن هذاك ولا نموذج تكتب عليه او نموذج مثلا يكون طلب خطي ولا حاجه او خطاب خطي. ربي يوفق الجميع خوتي. نسيت ما قلت لكمش حاجه برك، اخر اجل يوم 7 ديسمبر يعني لتقديم الملفات، اخر يوم 7 ديسمبر هو المنحة فتحت يوم 23 ماي، أتوقع 23 أو 26 ماي يعني آخر أجل 7 ديسمبر. يعني حتى اللي ما جاتش خاوتي وما توفقش ما أذنلوش الرحمن أنه يتوفق العام هذا ويتقبل، يعني ما تيأسش، أقرأ وديرها في قلبك، حافظ على التقدير تاعك هداك وعاود قدم السنة الجاية إن شاء الله. ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا خاوتي، وكما قلنا في أول الفيديو ماذا بينا تشاركوا الفيديو هذا لتعم الفائدة، يعني اللي ما كانش على باله ولا اللي يحسب أن الدراسة مثلا غالية أو المنحة هادية ما تساعدوش أو ولا خويا قدم ما خسر والو، ما خسر حتى شيء،
حاب تقرأ، حاب تتحصل على شهادات، حاب قريت في البلاد وتخرجت وحاب تعمل الماجستير تاعك المملكة العربية السعودية، ولا الدكتوراه تاعك في المملكة العربية السعودية، ولا ديت الباك يعني افيك مونسيون ديتو بتقدير مليح يعني جيد ولا جيد جدا، هي منش الجامعات الجزائرية يعني حتى هي ما شاء الله تبارك الله مخرجة علماء يعني من نوابغ برك اللي يخرجوا من الجامعة الجزائرية، ربي يفك أسره إن شاء الله، ربي يفك ضيقته، حمزة بن دلاج يعني مناش رانا نحقروا في بلادنا، ولا ممكن بعض الإخوة عندهم الحساسية يقول لك وكيفاه وبلادنا ما يقراوش فيها، لا لا يقراو، بس حنا خاوتي كما يدخلوا لي في الواتساب ويدخلوا لي تاني في الخاص يعني من واجبي انا تاني نلبي لهم الناس هذوما الرغبة تاعهم، ومن واجبي تاني ننورهم، وربي يقدرنا ان شاء الله خاوتي، وبارك الله فيكم على دعمكم، وبارك الله فيكم على التفاعل، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليلة سعيدة.